صراحه الثقه في النفس ديما كاينه، يعني كيعرفها الجماهير الرجويه الجماهير المغربيه، وحنا الحمد لله فرحانين بهذا الفوز هذا، وديما كنخدم باش ديما نحسن من المستوى ديالي. يعني صراحه انا فرحان، كنشاهد كل حصه التدريب مع المدرب، وكيف ما كيعرف الجميع يعني ملي كتجي تسيني في فريق الرجاء الرياضي يعني ديما خصك تقدم الاضافه وتعطي الفريق يعني فريق ديال الالقاب، وان شاء الله حنا راه عازمين باش نفوزوا بالبطوله ان شاء الله.